يعني هو اختيار مبابي ليها اجباري. دخيله اه بالظبط، يعني ما عندوش بدايل في الـ في الـ في الجزئيه دي غير احمد سامي، هو اللي موجود الوحيد اللي بيلعب في المكان ده. علي جبر اصابه، اسامه جلال اصابه، احمد توفيق زي ما قلت لك لو عايز يغير حتى كان في اصابه، الشيبي ايقاف، فما يقدرش ان هو يشتغل في الحته دي. كريم حافظ معرفش مش موجود برضو، معرفش هل هو في اصابه او في ايه. يعني كان ممكن اللي ممكن يحلها لك ان تدخل محمد حمدي سردباك وتلعب كريم حافظ وعملها قبل كده. وعملها قبل كده، دي ممكن كانت تبقى افضل شويه، انما عدم وجود كريم حافظ خلاك ان انت خلاص يعني ما قدامكش غير دونجا، او ان انت يعني تجيب حد من وسط الملعب تلعبه في القلب او في مع جنب احمد سامي. فعشان كده انا شايف ان هي سلبياتها اكتر من ايجابياتها. لكن هل لمست في الشوط الثاني ان بيراميدز كان الافضل مع استمرار استحواذه، لكن هل هجماته كانت اكتر حتى مع وجود التغييرات ونزول زلاكا ومروان حمدي واسلام عيسى؟ كان في اصرار اكتر، يعني كان واضح كده من الوشوش ان بيراميدز مصمم ان هو يكسب المباراه دي، ودي ما كانتش متواجده في المباراتين اللي فاتوا. يعني كانت المباراتين اللي فاتوا زي ما قلت لك حتى وهو هم عايزين يكسبوا، بس تحس ان في حاجه مطفيه كده في وشوش اللعيب. انما النهارده الشوط الثاني تحديدا كمان بعد ما زد قدر ان هو يحرز هدف التعادل، ابتدينا نشوف لا في انتفاضه في اداء لعيبه بيراميدز، عايزين يرجعوا للمباراه، عايزين يكسبوا المباراه. فمع التغييرات كمان اللي حصلت فاعتقد ان هم ادوا مباراه النهارده جيده جدا. خصم برضو عنيد، فريق زد كان عامل مباراه برضو كويسه. الشوط الاولاني كانوا بيدافعوا بشكل جيد، والشوط الثاني في اول الشوط الثاني قدروا ان هم يرجعوا للقاء، ودي برضو معادله صعبه ان انت تقدر ان انت تفتح خطوطك ما يدخلش فيك هدف مبكر، وفي نفس الوقت قدر ان هو يرجع. ده الهدف اعتقد. يعني بص برضو الهدف، يعني هي برضو هي الكوره طبعا خبطت في ظهر اعتقد حمدي وعليت شويه، ايوه، فهي دي اللي خلت الجامب بتاع زيكو اقوى من الجامب، لان هو الوحيد اللي جه من حركه. يعني لو كملت اللعبه هتلاقي كله نط من الثبات ما عدا زيكو، هو اللي خد خطوتين اللي الاول كان جاي من الحركة وابتدى يعمل الجامب. فعشان كده عالي، يعني بص يعني هو الاثنين اللي خد خطوتين وابتدى يعلى، فهي دي اللي خلته يقدر ان هو ركب الكوره يعني بالظبط كده.